طيب الله خاطركم وقصة جديدة. معكم الدكتور حسام أبو فرسخ، استشاري تشخيص الأمراض وأخذ العينات بالإبر. جاءتني سيدة في أواخر الخمسينات من عمرها تشكو من ورم في الثدي الأيسر، وجاءتني وهي مقتنعة تماما أن الورم اللي عندها عبارة عن تليفات، ودلت بذلك أنه ذهبت إلى أكثر من 10 أطباء خلال السنتين السابقات، وكلهم أكدوا لها أنه هذا الورم عبارة عن تليفات ولا داعي للقلق منه. لعد ما حدا طلع بمخها أنه والله خليها تيجي تشوف الدكتور حسام أبو فرسخ ليفحصهم ويأخذ منها عينات إن كانت في داعي لذلك، يعني لم تكن متأكدة. فجاءت وجاءت مع مجموعة من أهلها، وكلهم عندهم هذه القناعة أنه ما عندها ورم، هي عبارة عن تليفات، لكنه حبينا نتأكد أنه تليفات. طبعا لما جاءت عندي وفحصتها كان واضح أنه عندها ورم حوالي 5 سنتي في الثدي الأيسر، وكان واضح أنه وكان عندها أيضا ورم في الغدة الليمفاوية، يعني واضح أنه ورم سرطاني ومنتشر إلى الغدة الليمفاوية. فأخذت منها عينات، ومن طريقة أخذ العينات يعني عرفت أنه هذا ورم سرطاني، هذا ليس تليف. فبعدها لما طلعت النتيجة وسألتني على التلفون عن الورم، قلت لها والله للأسف طلع ورم ويجب عمل اللازم. لكنه بعض المرضى بيكون عندهم إنكار شديد لحالتهم، يعني أنا تقريبا أشخص سرطان يوميا، كثير من المرضى يتقبلون، أو هناك جزء من الإنكار في لحظة ما وثم يعودون، لكن هذه المرأة وخاصة عائلتها المحيطة بها كان إنكارهم شديد جدا، وكأنه الطبيب الذي فحصها وقال لها أنت عندك سرطان هو الذي وضع السرطان في جسمها، فبالتالي يصب جام غضبهم على الطبيب المشخص بدل ما يشكروه. وفعلا يعني كان للأسف تصرف الأهل لم يكن تصرفا جميلا، وقالوا إحنا مش مصدقينك وإحنا مش راح نعالجك كسرطان، وبدنا العينات نروح على مركز سرطان متخصص لأنه أنت ليس لك مصداقية، وتكلموا من هذا الكلام. طبعا الذي عنده سرطان لا يختفي بمجرد أنه ينكره أو يخبيه أو أنه والله يقتنع جوا نفسه أنه ليس عنده سرطان. طبعا في النهاية المريضة المركز سرطان شخصها أنه سرطان وأخذت الكيماوي وأزيل الصدر شمال تاعها، وبدأ الأهل يقتنعوا أنه بعد حالة الإنكار الأولى أنه والله أنه عندهم سرطان. هذه القصة أريدها أنا الآن، لأن حقيقة الذي مرات بده يتواجه الناس بحالات صعبة زي هذه بده يكون عنده صبر، إنه هؤلاء الناس يعني لن يتقبلوا الحالة بنفس الطريقة كل مرة، ولذلك يجب أن يكون عنده حلم وصبر ويتقبل الناس بضعفهم، لأنه هذا خبر قوي على الناس، ويجب أن يكون عنده من الدراية ما يمكن أن يعامل به الناس بطريقة أفضل. وطيب الله خاطركم وقصة جديدة.